بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أرجوكم تنشرون الحلقة هذه على أعلى وأوسع نطاق، واللي يقدر ينزل الحلقة وينشرها في قناته تفضل، حلال عليك، اخدم دينك أخي العزيز. المذيع المصري اللي محسوب على مصر للأسف عمرو مين يدفع أكتر؟ عمرو مين يدفع أكتر؟ زعلان زعلان. ليه 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 يا عمرو زعلان؟ ليه يا حبيبي زعلان؟ على مدرسة في مصر طلعت صور للطابور الصباحي، فلما طلعت الصور شوفوا البنات ايش لابسين في هذا الطابور. شوفوا بنات مصر، لما اقول لكم انا شرفاء مصر، لما اقول ان مصر الحمد لله رب العالمين فيها الشرف وفيها الخير، ففيها الشرف وفيها الخير. فشوفوا هذا المنظر، زعل مين؟ ضايق مين؟ ضايق الخولات. الحجاب والزي المحتشم يضايق القوادين. دائما يجوني ناس يقولون عايز انت ليش تقول قواد؟ قواد يا حبيبي، ما في ما في. شوفوا شوفوا ايضا هذا، هذه صورة ثانية للبنات الشريفات العفيفات المصريات الحقيقيات في هذه المدرسة، قاعدين في حالهم ولابسين لبس بكل أدب واحترام. لكن طبعا الإنسان الخول، الإنسان في كثير ناس من أهلنا في المغرب وفي الجزائر يقول لك ايش معنى الخول؟ الخول يعني زامل، يعني زامل. نعم. فالناس الزوامل والخوالات والمعرصين يعني سبحان يباقبق يباقبق لما يشوف العفة والشرف. لو أحلى شيء واحد يجيني يقول عبد العزيز أنت ليش مؤدب مع قطر ومؤدب مع بعض الناس وتتكلم بشدة وبعنف مع الخول والقواد واللي حارب الله ورسوله والإسلام واللي أجندته حرب على الإسلام؟ هذا لازم نعطيه بالجزمة. تفهمون الدين عدل ولا لا؟ المحترم نكلمه باحترام. فهذا طلع في حلقة يقول لكم كلامي ما له علاقة بالحجاب. وما لي علاقة بإيه؟ بإيه عمر؟ لي علاقة بإيه عمر؟ فيقول لكم كل واحد حر في لبسه، كل واحد حر في لبسه. أنا قاعد أقول لكم الكلام اللي قاله زين، مدام كل واحد حر في لبسه، بواسيرك منفوخة ليه؟ بواسيرك منفوخة ليه على الشرف يا عمر؟ لا، هو يقول لك أنا ما لي علاقة في الحجاب، لكن السواد ليه؟ ليش السواد؟ وبعدين يقول لكم إن اللبس هذا اللي لابسين البنات مش من ثقافة مصر. نعم نعم، مش من ثقافة مصر. أنا أرد عليك يا عمر وبقول لك حاجة، نعم اللبس هذا مش من ثقافة قوادين مصر اللي زيك وخوالات ومعرسين مصر اللي زيك. هذا اللبس من ثقافة شرفاء مصر وأكرام مصر والناس المتدينين اللي يخافون الله ورسوله. انت عارف عارف ثقافة خوالات مصر اللي زيك ايه؟ انت زعلان يا عمر على هاللبس؟ طيب انا حوريك صورة، انا حوريك صورة. انتوا تدرون هذا عمرو النجس يحب ايش؟ ام بطانة. نعم نعم، البطانة اترفعت يا عمرو، البطانة اترفعت يا عمرو، اترفعت. هذا اللي يحب الخول المدعو عمرو من يدفع اكتر. هذه ثقافة مصر؟ استحلفكم بالله اعزائي المشاهدين، هذه ثقافة مصر؟ نعم. الانجاس اللي مثله يحترمون هالاشكال، يحترمون العاهرات. قاتلك الله يا نجس، انت لو فيك خير يا معفن، يا قزمة يا قزمة يا صرمة، يا للمصريين الشرفاء بريئين من اشكالك، لو انت فيك رجولة وذو ذرة رجولة وذرة غيرة يا ديوث يا معرس، ما كنت استضفت هالانسانة تبرر ان خلفيتها ظهرت في مهرجان الجونة. تفي عليكم على شكلك، سبحان الله، يعني بواسيرك اتنفخت لما شفت شريفات مصر قاعدين في الطابور. انت مزعلك ايه؟ ايه اللي مزعلك؟ مش انت بتقول اللي يلبس يلبس، كل واحد حر يلبس ايه؟ طب انت زعلان ليه؟ انت عارف ليش زعلان؟ لانك تكره الاسلام، قاتلك الله،
تكره العفة وتكره الشرف وبتحب الشرمطة وبتحب العهر والفجور انت واشكالك والرئيس بتاعك. لو انتوا فيكم خير ما دعمتوا مهرجان الجونة ومهرجان القاهرة ومهرجانات العري والفسق والفجور. قال لك واحلى حاجة يقول لك ده شكل مصريات، يقول لك يعني مستغرب، يقول لك ده شكل مصريات، انا بقول لك لا لا مش ده ده, ده ده مش شكل مصريات. في ايش؟ في قاموسك يا نجس، هذول هم المصريات الحقيقيات. وبيقول لك ده شكل مصريات، انا بقول لك انت بتحب المصريات ازاي؟ هذول المصريات اللي انت تحبهم. شوف المصريات اخواني الكرام اللي هو بيقصدهم اللي هو يحبهم، هذول الاشكال اللي يظهرون في مهرجان القاهره ومهرجان الجونه. قاتلك الله يا معفن، دول اللي بتحترمهم، هذول اللي تحترمهم يا خول. قاتلك الله يا نجس، مش عاجبه، مش عاجبه ان البنات لابسين عبايات ومحجبات وشريفه. يقول لك لا انا مش ضد الحشمه، لكن السواد يعني ايش اللي نافق بواسيرك في السواد؟ امال لو رحت المملكه العربيه السعوديه ورحت قطر ورحت الدول الخليجيه وشفت الخليجيات المحترمات اللي معظمهم لابسين اسود، هيحصل فيك ايه؟ هيحصل فيك ايه يا خول يا قواد؟ قاتلك الله. قال لا 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 يعني ما حدش يفهمني غلط، انا ما اقصدش الحقيقه. وانا بتقصد ايه؟ زعلان على العاهرات مهرجان الجونه؟ هذا اللي انت تريده في مصر؟ قاتلك الله يا معفن، حسبي الله ونعم الوكيل. يقول لك الاسود ده مش بتاعنا. اكيد انت عارف الاسود اللي بيعجبك ايه يا عمرو؟ الاسود ده، شوفوا اعزائي المشاهدين، شوفوا هذه الفنانه لابسه في مهرجان الجونه، انت بيعجبك الاسود ده؟ انت مش تقول الاسود مش بتاعنا؟ امال ده بتاع مين؟ ده بتاع مين يا نجس يا خول يا معرس؟ قاتلكم الله. يا كثر كرهكم وحقدكم على الإسلام وعلى الشرف وعلى العفة، حسبي الله ونعم الوكيل. هذا الأسود اللي بيعجبك؟ ده الأسود اللي بيعجبك يا خول، حسبي الله ونعم الوكيل. وأحلى حاجة إيش يقول لك؟ ألا أجد فيكم شخصا رشيدا؟ طبعا هذول أنت الحمد لله رب العالمين فيهم رجولة وفيهم عفة وفيهم شرف، لكن هذا السؤال ألا أجد فيكم وبعدين الآية غلط، أنت بتعرف القرآن أصلا. ألا أجد فيكم شخصا رشيدا، دي قولها للقوادين تبعون مهرجان الجونة، لأن فعلا ما فيهم رشيد، ما فيهم رجل. هذول اللي ينظمون المهرجانات والدعارة في السينما المصرية والدعارة في المسلسلات، روح وجه لهم هذا الكلام، لأن أصلا هم ما فيهم رجل رشيد، هم أصلا عبارة عن كوكبة وشلة من الخولات والمعرصين، ما فيهم رجل رشيد. هذا 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 ده إيه؟ حرية يا عمر، إنما هذا لا، ده تطرف، ده أسود. إيش يقول إخوان ألا أجد فيكم شخصا رشيدا؟ هذول أبهاتهم وأمهاتهم ينحطون على الراس قزمهم على دماغك وعلى صلعتك يا خول، يقولك هذول ما فيهم رجل رشيد؟ قاتلك الله. ده شكل مصريات. نعم هذول المصريات العفيفات، إنما هالأنجاس يا معفن هذول شلتك أنت يا خول، شلتك أنت وحزبك. أم بطانة يا خول، هذول اللي أنت تفتخر فيهم. قاتلك الله، اللي مزعلك في الشرف وفي العفة يلبسوا اللي هم يلبسوا، أنت مالك؟ أنا أقول لكم إخواني الكرام، فعلا هذا الإعلام النجس اللي مصر بريئة منه. والله إخواني الكرام لما الموضوع يكون فيه حجاب وشرف وعفة تنتفخ بواسيرهم وقرونهم تطلع، لما واحدة تتعرى يدافعون عنها، يدافعون عن العري. قاتلكم الله يا كلاب. الأحلى حاجة يقول لك آخر حاجة، المدرسة مين يقودها؟ المدرسة دي مين بيقودها؟ أنا حاب أقول لك إن المدرسة اللي يقودها رجل الحمد لله رب العالمين، ينحط على الرأس
انما مهرجانات الجونه ومهرجانات القاهرة السينمائي، انا حاب اسالك سؤال، مش انت بتقول المدرسه من بيقودها؟ انا بقول لك المهرجان ده من قودها؟ عارف ولا مش عارف المهرجانات دي من قودها؟ يا قواد قاتلك الله يا معفن. وبعدين اخر حاجه يقول من انتم؟ انا اقول لك من انتم، هذول من انتم؟ هذول شريفات مصر، امهات مصر، احرار مصر، هذول اللي مصر تفتخر فيهم. لكن انا اسالك انت من انتم؟ تعرف من انتم؟ انتم الخوالات والمعرصين والديوثين والخنازير والقوادين على الشراميط. قاتلك الله ما اقبحك يا نجس، والله انت عارف لو الامر بيدي والله لحط الجزمه في فمك على الهواء مباشره، اجيب جزمتي اللي هي اشرف من وجهك وحطها في بوقك، بوقك العفن على الهواء مباشره، باذن الله سبحانه وتعالى تطهر مصر من اشكالك يا نجس يا قرد يا خنزير، قاتلكم الله. وصلت الرساله اعزائي المشاهدين؟ وصلت الرساله؟ وفي ناس يقول لك ما تتدخلش، اتدخل غصبا عنك يا خوال يا معفن. هذه مش مصر، هذه بيئه عفنه نجسه، وهؤلاء سرطان لابد ان يزال من جسد مصر. مصر شريفه طول حياتها، لكن سبحان الله لم تتشوه سمعه مصر الا بعد الضباط الاشرار والثوره اللي جاءت لتحويل مصر الى دوله للاسف منهاره في جميع المجالات. قاتلكم الله ما اقبحكم. قال من انتم؟ انت اللي من انت يا خول. اتمنى الرساله تكون وصلت.